دريمة دعاء فيكم سمرة خيستة دعاء فكيدة قورة يلا دا الدنيا دا سختنا ديق سخت تموي أو تنسيا تموي يلا دا الدنيا أو دا قيامت تسختنا موسى يعني هر سدي بقيات كور دا جادونا موسى تدا شيطان دا غدا بوكو وهلونا دا غدا وسوسونا كم غلط سوچونا جا غراج يلا دي هر سنة موسى تا يلي كلا جب رسول صلى الله عليه وسلم دا شبيرا پاسي دو منزتا كبر عشرا الله أكبر بي لسبيري وي دار تكبير تحريمين بعد وحمد الله عشرا أو ليس بيري بي الحمد لله وقال سبحان الله وبحمده عشرا أو سبحان الله وبحمده بلس بيري وقال سبحان الملك القدوس عشرا أو سبحان الملك القدوس بلس بيري واستغفر عشرا أو استغفر الله بلس بيري وهلل عشرا أو لا إله إلا الله بلس بيري بيابي داوي اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة يلا زه بناني سمبتا بوري دا الدنيا دا تنسيانا أو دا قيامت دا تنسيانا عشرا دا بملس بيري ثم يفتتح الصلاة بابا من شروك ما خيت سورة فاتحة بابي أعوذ بالله وبسم الله وسورة فاتحة زين كم كينا أستا شا استاتيت وي واي زكا خطاش في زبا تنجي خطاي الله أكبر لس بيري الحمد لله لس بيري سبحان الله وبحمده لسبيري سبحان الملك القدوس لسبيري استغفر الله لسبيري لا اله الا الله لسبيري اللهم اني اعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامه لسبيري بل بيسوق بيان كتاب ولا كتاب ولا مشي بينه ولا ها تيوه ها سبحان الملك سبحان الله الملك القدوس سبحان الملك القدوس استغفر الله لسبيري بارك الله فيك وسمرة خيستة دعاء كده قورة يلا دا الدنيا دا سختنا ضيق سخت تموي او تنسيا تموي يا لا دا الدنيا او دا قيامت تسختنا بوسعتا خا دا سلو رمى دعاء بوويو اخيراني بوويو دي سر بدا دا تاجود دا استفتاح دا مسألة ختمش دا ابو سعيد الخدري روايت تي امام ابو داود امام ترمذي راوله دي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جبكره دشبي منزته ودريدو الله اكبر بوي دا كم الله اكبر دي تكبير تحريمه ثم قال بابوي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أخذ كما مشهورة دعاء من قيواي ثم يقول بابي دوي لا إله إلا الله ثلاثا دريبيري بابي دوي الله أكبر كبيرا دريبيري بابوي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ثم يقرا بابي قران شروك بسم الله بسيوي اعوذ بالله شوكنا نداه واسانا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك لا اله الا الله سوبيري دريبيري الله اكبر كبيرا دريبيري فاعوذ بالله بدي سنه كم جرعام مشهوره ولك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم پلانی سم پالا پوری دا شیطان رٹلی شیوینا من همزه ونفقه ونفثه من همزه دا جادو بیانی دا گنا دا وسوسو دا گنا او دا پوکی وحلو دا گنا یعنی هر سدی بکی یاد کر دا جادو نمی ہو ساتا دا شیطان دا گا دا پوکو وحلو نا دا گا دا وسوسو نا کم غلط سوچو نا جا گرا چی اللہ دی هر سنمی ہو ساتا بے بے تلاوت شورو کر